الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس. ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس. عايز أكلمكم في موضوع غالبية الناس بيقعوا فيه، وأول واحد وقع فيه أبونا آدم الذي نحترمه جميعا قبل، وأمنا حواء التي نحترمها جميعا قبل، وهو موضوع الأعذار والتبريرات. مين فينا ما بيقعش في الموضوع؟ إنسان يخطئ ويريد أن يغطي على خطيئته، فإما أن يغطي عليها بعذر أو بكذبة. آدم وحواء ردوا بعذر بأنه حولوا مسؤولية الخطية إلى شخص آخر. يا آدم أنت أكلت من الشجرة اللي قلت لك ما تاكلش منها، كان أصول يقول أيوة يا رب أنا أخطيت وأكلت، فما قالش كده، قال له المرأة اللي أنت أعطتها لي هي اللي ادتني وأكلت. طب وانت مش راجل يعني؟ كانت المرأة تعطيك تقول لها عيب، ربنا قال لنا ما تمسوهاش، والمرأة انت اكلتي كانت تقول له أخطيت، ما قالتش، قالت الحية هي اللي خدعتني وضللتني وأكلت. طب وانت ليه تقبل الخداع والتضليل؟ فالخطية قديمة من زمان، ان الواحد مش عايز يحمل مسؤولية خطيته. لما انت تخطئ تحمل مسؤولية خطيتك. امنا سارة ربنا قال لها في مثل هذا الموعد السنة الجاية يكون عندك ابن في جواها، وقالت ده معقول؟ وأنا يعني سيدي قد شاخ، وأنا ما عادتش تكون لي عادة زي النساء. فربنا سألها قال لها أنت يعني بتشك في جواك وبتقولي؟ قالت له ابدا ابدا ما حصلش، يعني بتكذب على ربنا نفسه اللي هو فاحص القلوب والكلب. كل المسائل دي لان الانسان عايز يبرر نفسه، انسان عايز يبرر نفسه. نفسه جميلة في عينيه مهما أخطأت. عايز يقول لا لا ما حصلش ما حصلش ما حصلش. المشكلة في حكاية الأعذار والتبريرات، إنسان يريد أن يكون بارا في عيني نفسه، ويريد أن يكون برا في أعين الآخرين. برا في عين نفسه بنسميها المجد الباطن،
يبرر عن الآخرين بنسميها التبريرات. أيوب القديس أيوب مشكلته بالضبط أنه هو كان رجلا بارا، كان رجلا بارا ويعرف عن نفسه أنه بار، بار ويعرف عن نفسه أنه بار، لذلك لم يقبل أي انتقاد يأتيه على نفسه. ولما أصحابه نسبوا إليه خطأ، قال لهم معزون كاذبون كلكم. يا ريت الإنسان اللي يجلس إلى نفسه ويعرف خطاياه لا يفتخر بأنه بار، ولا يدافع عن نفسه بأنه بار. الشخص اللي بيبرر نفسه ممكن يبرر نفسه قبل ارتكاب الخطية وأثناء ارتكاب الخطية وبعد ارتكاب الخطية. يعني قبل ارتكاب الخطية يقول نفسه ويعني ودي فيها ايه؟ حاجة بسيطة، ودي فيها ايه؟ ودي حاجة بسيطة. كلمة ودي فيها ايه يبقى معناها القيم اللي عنده اتلخبطت، والمبادئ الروحية اللي عنده انهارت. هنقول على الأسباب. زي شخص مثلا يحب يعرف أسرار الناس وخصوصيتهم، يقعد يسأل أسئلة، حصل إيه وجرى إيه، ولما أنتوا اتكلمتوا في التلفون اتكلمتوا مع مين، وتقصدوا إيه بالكلام ده، واحكولي لما فلان قعد معاكوا قال لكوا إيه وقلتوا له إيه. غاوي وداخل نفسه يقول مفيش حاجة غلط، وفيها ايه غلط؟ مادام مفيهاش غلط يبقى هيستمر فيها. عيب الاعذار والتبريرات انها تمنع من التوبة. الواحد بيتوب عن حاجة ضميره بيوضح عليها فيتوب عنها، لكن إذا كان ضميره ما يوضحوش يمشي فيها على طول. كمان اللي بيبرر نفسه لا يستطيع أن يعترف، يروح لابون يعترف بأي خطايا، مبرر نفسه أنا ما غلطتش حاجة. لذلك أحد الحكماء قال قولا جميلا جدا، قال إيه؟ الطريق جهنم، طريق جهنم مفروش بالأعذار والتبريرات، طريق جهنم مفروش بالأعذار والتبريرات. لأن الواحد اللي يعرف اللي ما بيقولش أعذار وتبريرات ويعرف إنه أخطأ بيعترف ويتوب، لكن واحد يخطئ ويقول لا أنا ما قلتش ودي كذبة طبعا، أو أنا ما كنتش أعصي هما فهموني غلط. لا يا حبيبي،
الرجل الروحاني يقصد ما يقول ويقول ما يقصد. قلت له أنا ما أصبتش ليه كلامك مبهم ولا عايز واحد يترجم نياتك. فاللي بيبرر ذاته بيخدع نفسه وبيخدع ضميره وبيتنازل عن القيم وما عندوش طوابع. هقول لكم بعض الأعذار المرفوضة. واحد يقول ما كل الناس بتعمل كده، أنا هشذ عن باقي الناس. كل الناس بتعمل كده، فهل الخطأ العام يبرر الخطأ الخاص؟ يعني لو لقيت كل الناس بيغلطوا تغلط زيهم؟ على رأي المثل، إن رحت البلد بيعبدوا فيها عجل تحش وترميله بيعبدوك. لا تنسى بيت الشعر الذي قيل فيه سأطيع الله حتى لو أطعت الله وحدي، بل على العكس، لما الخطأ يكون عاما ده يجعلك أكثر احتراسا وأكثر تدقيقا. وأنت إن لم تستطع أن تؤثر على المجتمع الخاطئ وتنقذه من أخطائه، فعلى الأقل لا تتأثر بهذه الأخطاء وتخضع لها. زي زمان زمان، يعني كان بنت مثلا متدينة بتلبس ملابس متدينة، فيجوا الناس يعيروها، ايه اللبس انت لابسها دي؟ الموضة ما بتقولش كده. لا يا بنتي، لماذا تضعفين امام الذين يعيرونك وتخضعي لهم وتمشي زيهم؟ اثبتي زي ما انت. القوة الداخلية اللي عند الانسان يخليها أقوى من الانتقادات الخارجية. أو عذر تاني يقول هناك عوائق والموضوع صعب. الإنسان القوي في قلبه وفي إرادته ينتصر على العوائق الخارجية وما يعتذرش. كمان لما هو يجاهد النعمة بتسنده. لكن الضعف الداخلي هو الذي يعتذر بالعوائق. كونك تعتذر بعوائق معناه في ضعف داخلي. هقول لك نوع من العوائق. إبراهيم قبل الآباء قيل له أن يقدم ابنه محرقا، ابنه اللي انتظر مدة طويلة. في عوائق، لكنه انتصر على العوائق بالإيمان فقدمه. المسألة دي مش سهلة. الشهداء والعذابات ما اعتذروش بالعذابات وتقدموا للاستشهاد، قالوا لهم هنرميكم الأسود مرحبا بكم.
نيجي للأسود زي ما عمل القديس المطرس الانطاكي، لم يعتزل بهذا الأمر المخيف، يوسف الصديق إغراءات جياله من بره، وإن ما قطعش الإغراءات دي ممكن سيدته تعمل فيه البدعة، وفعلا عملت، لكن ما هموش، القلب النقي من جوه ينتصر على الإغراءات، ينتصر على العوائق، ينتصر على الأمور الصعبة. لكن الناس بيعتذروا، الأب القاسي اللي بيحبس بناته ويقعد يراقبهم في كل حركة بيعتذر بأن أنا بعمل كده من أجل الحفاظ على أخلاق بناتي، فممكن تحتفظ بأخلاقهم بطريقة تانية مش بالقسوة، لكن هو بيعتذر. والقسوة دي إن كانت عند مدير عمل تقول له ليه بتعمل موظفين بقسوة، أنا بحافظ على العمل إن الناس ما يغلطوش ويلخبطوا، نعرفهم وراهم إيد شديدة يمشوا تمام. بنت تمشي في الإغراءات عشان توقع لها واحد، قالوا لها ليه بتعمل كده؟ قالوا لك ما انتوا مش شايفين في أزمة زواج، والرجالة دول ما استطعناش نلعب بيهم يبقى مش هنتجوز طول عمرنا، برضو في عذر. واحد ما يدفعش العشور، ليه ما بتدفعش عشور؟ يعتذر، أديك شايف الدنيا والظروف القاسية والاقتصاد الضايع واللي واللي واللي، أدفع عشور إزاي؟ إذا كان المبلغ الأصلي لا يكفيني فكيف يكفيني 19؟ ما 19 معها بركة ربنا. واحد ما يديش للفقراء، تقول ما بتديش، تقول اسمع انا راجل مختبر وعارف كلهم محتالين، هو ده العذر يعني؟ واحد ما بيصليش، تقول ما بتصليش ليه؟ يقول لك ما فيش وقت، عذر. كل واحد بيحاول أن يجد له عذر حتى قبل الخطية أو أثناءها أو بعدها. تفضلوا بسرعة. الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس، وربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس.